أول ما بلشت هربت. إيه لأنه شو الله جابرني أنا، ما كنت بعرف إنه هيك بعدين بيصير. شجعوني بعض الناس يعني ناس مقربين لإلي يعني إنه لا إنه بتصير يعني. هي سارة كشكلها كي عنكبوتية اللي ضرر أكتر شيء إنه هو في أكتر من خط بالمخيم يعني في فايد البيت الواحد بفت له خطين خطين كهرباء حامي وبارد دولة، برجع بفت له اشتراك، برجع بفت له كهرباء أرض جلو، برجع بفت له خط صبرة. بقى كان في وهرة إنه شو هذا كله، أنا كيف بدي أعرفه كله. شوفي معنا 17، ماني عارف عم بشد ولا عم حل فيه. قصة بالليل عندي محطة العداسي فوق، كنا احنا بعد ما مخدمين عليها الإنارة نفوت على ضوء القداحة نشوف العطل. مرة من المرات صار عطل، تكينا الأماي صلحنا العطل. احنا ما منتبهين انه فازات دائرة ببعضها، لما تكون الفازات دائرة ببعضها لما ترفع الكهرباء بتفجر. انا ما منتبه يعني، رفعت الأماي طار الفازة عجري هي شقت. ايه بصراحة والله كهرباء جايب بقى، صار زي عيد ميلاد، صارت الزائف العالم. قلت يا عمي مش عيد ميلاد هذا والله، عن جد كان نار اللي درست سنة، كان مطر نانا الأبودية راح فيها راح ايه. أنا بديت بشغلي أول شيء اكتسبته أول شيء محبة الناس لإلي، إنه بعد عن روتين العالم وهيك، قلنا بنحب الناس خلي الناس تكون راضية، إنه هذا مخيم بالنهاية يعني آسف كلمتي ما فيها الأمن عليه والضغط هيك وحدا يحاسب حدا، بدك تكون شوي رحمة مع العالم، هن حبوني عشان هيك، وصعب استغلوا مني بكل صراحة، مستحيل. يلا يا حسن، لك يا زلمة مشرط كهرب اللي عم تحكي معك، لما معك مشرط معك اللي فوق تحت، انا قلت منه بعمل لك فتلة بتشوفي المحطات.